الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الموعد الاخباري. نعم، هنا تمكنت الوحدات الأمنية بإقليم بن عروس من القبض على شخص يتخذ من هذا المنزل المهجور مكانا لصنع الخراطيش. خراطيش لا ندري إلى صدور من ستوجه. وبالنسبة لنا توفرت معلومة كون ثم شخص ماسك لسلاح بدون تقييس، وتعرفوا كل معناها الأسلحة سواء كانت معناها فرودة أو بنادق إلا تخضع لتشخيص مسبق. استزرنا إذن قضائي وتوا شفنا نلقاو الفرد، إضافة لهذا فإنه لا فما خرطوش، وتم تبين أنه يبدو حتى معناها انثبتوا مع المختصين أكثر في المجال، وأنه فإنه لا يصنع في الخراطيش. الأبحاث إنه لا تبين كل شيء. هذه العملية لوحدات إقليم بن عروس كانت نوعية بكل ما في الكلمة من معنى، حتى أنها خطت على ما تم إنجازه ليلتها، من ذلك القبض على مجرم خطير متلبسا ببيع الخمر خلسة، مجرم عرف بسوابقه العدلية وترويعه للمواطنين في جهة